السيسي ووزير الدفاع الفرنسي يشهدان توقيع اتفاقية لشراء 24 طائرة من طراز رافال والفرقاطة فريم وذخيرتها لضمان أمن قناة السويس. خلال مؤتمر الحرية والمواطنة، تنوع وتكامل الأزهر والكنيسة يشددان على قيم المواطنة والتعايش لمواجهة التطرف. روسيا والصين تستخدمان الفيتو لعرقلة قرار بمجلس الأمن لفرض عقوبات على سوريا. أهلا بكم إلى نشرة الأنباء. غادر وزير الدفاع الفرنسي جون إيف لودريان القاهرة بعد زيارة لمصر استقبله خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكد الرئيس السيسي خلال لقائه لودريان على تميز العلاقات المصرية الفرنسية خاصة في المجال العسكري، مرحبا بما يشهده التعاون بين البلدين من تطور ونمو. وشدد السيسي على ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين من أجل مواجهة التحديات المشتركة. وأكد وزير الدفاع الفرنسي من جانبه حرص بلاده على الاستمرار في تعزيز التعاون مع مصر في المجالين العسكري والأمني، مؤكدا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين الجانبين لمواجهة التحديات المشتركة وفي مقدمتها خطر الإرهاب الذي تمتد تداعياته إلى العالم. وكان رئيس السيسي ووزير الدفاع الفرنسي جون إيف لودريان قد شهد مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات العسكرية وبروتوكول لشراء 24 طائرة من طراز رافال والفرقاطة فريم وذخيرتها لتضمن أمن قناة السويس. خلال هذا اللقاء الذي حضره الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي وسفير فرنسا لدى مصر، منح رئيس عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع الفرنسي وسام الجمهورية من الطبقة الأولى تقديرا لجهوده وإسهاماته في تحقيق طفرة غير مسبوقة في التعاون العسكري بين البلدين وصلت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. كما التقى الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي نظيره الفرنسي جون إيف لودريان. وأكد الفريق أول صدقي صبحي أن العلاقات العسكرية المصرية الفرنسية ترتكز على أسس راسخة من التعاون والشراكة الاستراتيجية على كافة المستويات إلى تنسيق المواقف فيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك. وتناول اللقاء تبادلا للرؤى حول تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها على الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. وأكد وزير الدفاع الفرنسي تقدير بلاده الكامل للدور الذي تلعبه مصر في مواجهة التطرف والإرهاب الذي بات ظاهرة عالمية تهدد أمن واستقرار العالم. وخلال مؤتمر صحفي مع وزير الإنتاج الحربي دكتور محمد العصار، أكد وزير الدفاع الفرنسي أن بلاده تعتبر أن وجود مصر قوية هو العنصر الحقيقي لاستقرار منطقة الشرق الأوسط. وشدد لودريان على أن بلاده حليفة وفية لمصر وستظل كذلك، مضيفا أن مصر وفرنسا تعانيان من مخاطر الإرهاب وأن هناك تصميما وإرادة قوية للقضاء عليه. علاقات مصرية فرنسية ذات تاريخ طويل وتعاون مشترك، لهذا منح وزير الدفاع الفرنسي جون إيف لودريان وزير الإنتاج الحربي الدكتور محمد العصار وسام الشرف وهو أعلى أوسمة فرنسا، وذلك لدوره في تعزيز العلاقات ما بين البلدين. هذا الوسام في الحقيقة رمز، إضافة إلى المزايا التي يتمتع بها الشخص الذي يحصل عليه، لذلك نحييكم سيدي. ويعد هذا رمز للعلاقات الوثيقة بيننا، ومن أجل إقامة علاقات استراتيجية حقيقية في مجال التجهيزات العسكرية مثل إمداد مصر بطائرة الرافال وسفن الإسبرال. مواجهة الإرهاب هي أهم أهداف التعاون ما بين الجانبين، كما رأى وزير الدفاع الفرنسي أن هذا يصب في صالح استقرار المنطقة والأمن والسلم العالميين. علاقتنا مع فرنسا علاقة متميزة، وأول ما تولى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى اهتمام كبير بالعلاقات المصرية الفرنسية، وهم الفرنسيين على قناعة بأهمية ودور مصر وضرورة دعم مصر في حربها ضد الإرهاب. جاء هذا اللقاء ضمن خطط وزارة الإنتاج الحربي لتطوير التعاون مع الصناعات الدفاعية الفرنسية من خلال إقامة مشروعات مشتركة في مصر باستغلال التكنولوجيا الفرنسية، وذلك ضمن استراتيجية شاملة تتبناها الدولة لتطوير العلاقات كافة مع فرنسا.
علاقات مصرية فرنسية ما بين الجانبين في مجالات عدة ومنها الإنتاج الحربية، لتأتي هذه الزيارة بمثابة بحث سبل التعاون المشترك والاستفادة من الخبرات المشتركة ما بين الجانبين. من مقر وزارة الإنتاج الحربي فسانت أكرم النيل. شدد رئيس مجلس الوزراء الشريف إسماعيل على أن المحافظ هو المسؤول الأول عن متابعة تنفيذ جميع المشروعات التي تتم على أرض المحافظة. وطلب رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الذي عقده لمجلس المحافظين بتشكيلته الجديدة اليوم، طلبه بالتنسيق مع الوزراء ورؤساء الهيئات لإزالة أي معوقات تعترض عملية التنفيذ دون الاعتماد على المكتبات فقط في عملية المتابعة. ووجه بالتعاقد مع مقاولين جدد في حالة تقاعس المقاولين الحاليين في تنفيذ المشروعات. الموافقة على الإعداد لمدينة تعليمية في كل محافظة والتوسع في إنشاء مدارس المتفوقين والارتقاء بالعملية التعليمية وتأهيل الكوادر العلمية أهم ما جاء في اجتماع مجلس المحافظين برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وأكده الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم خلال المؤتمر الصحفي الذي عقب الاجتماع. أنا اتفقت مع دكتور هشام أن احنا وتمت الموافقة في المجلس، موافقة رئيس الوزراء على حاجة مفروض تفرحنا كلنا، أن احنا هنتوسع في مدارس المتفوقين، مدارس الستيم اللي في مصر ابتدت بمدرستين دلوقتي بقوا حوالي 10 بالتعاون مع المعونة الأمريكية. ده هنعمل 100 مدرسة ستيم للمتفوقين خلال الـ 12 شهر الجايين توزيع على المحافظات المصرية، بحيث يبقى في كل محافظة في من 3 إلى 4. كما صرح الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية أن المجلس ناقش ضرورة إنهاء المشروعات تحت التنفيذ وحل مشكلات المواطنين ووضع مخططات للتنمية في كافة المحافظات. المخططات الاستراتيجية لمصر والمخططات الإقليمية والجديد في هذا هو دعوة السادة المحافظين والمحافظات إلى المشاركة العملية في تدقيق ووضع المخططات على مستوى المحافظة والمركز والقرية. كما أكد اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية على توجيهات رئيس الوزراء بضرورة توفير الرعاية الكاملة لبعض الأسر المصرية التي هاجرت من سيناء إلى الإسماعيلية حتى تتم عودتهم إلى منازلهم. عندنا 107 طالب في التعليم القبل الجامعي تم انتسابهم ودخولهم على مدارس، المدارس دي مجاورة تماما للأماكن اللي هم مقيمين فيها، والمدارس يتبعوا شمال الإسماعيلية وجنوب الإسماعيلية إدارتين تعليميتين تحديدا، وهم متوزعين على الابتدائي والإعدادي والثانوي بأنواعه. وخلال اجتماع المحافظين تم تكريم الطلاب المتفوقين بمدرسة أسيوط للمتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، حيث ناشد وزير التنمية المحلية والتربية والتعليم بضرورة الاهتمام بالطلاب المتفوقين وإعدادهم ككوادر علمية تتقدم بها البلاد. تطلعات قوية من الحكومة لتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في كافة المحافظات في المواعيد المقررة لها، واهتمام كبير بملف التعليم تأمل الحكومة من خلاله إنشاء جامعة ومدينة تعليمية في كل محافظة. من مقر مجلس الوزراء، أحمد أبو الحسن النيل. اتفق فضيلة الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ورئيس مجلس حكماء المسلمين والبابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية على ضرورة ترسيخ قيم التعايش والمواطنة والسلام كعوامل أساسية لمواجهة الفكر المتطرف. كذلك خلال المؤتمر الدولي الذي يعقد في القاهرة وينظمه الأزهر ومجلس حكماء المسلمين بعنوان الحرية والمواطنة التنوع والتكامل، بمشاركة واسعة من علماء الدين الإسلامي وقادة من مختلف كنائس الشرق الأوسط والعالم ووفود من أكثر من 50 دولة عن قيادات سياسية وفكرية بارزة. مباراة في المحبة والتسامح شارك فيها علماء الدين الإسلامي والمسيحية خلال أعمال المؤتمر الدولي الحرية والمواطنة التنوع والتكامل. فضيلة الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ورئيس مجلس حكماء المسلمين أكد على ضرورة تكاتف المؤسسات الدينية في الشرق وفي الغرب معا للتصدي لظاهرة الإسلاموفوبيا. الإسلاموفوبيا إذا لم تعمل المؤسسات الدينية في الشرق والغرب معا
للتصدي لها، فإنها سوف تطلق أشرعتها نحو المسيحية واليهودية إن عاجلا أو آجلا. البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية من جانبه أكد على أن الفهم الصحيح للدين هو الحل. الدين حل للمشكلة وليس جزءا منها، فالجهل بالتعاليم الدينية هو العامل الرئيسي الذي يقف وراء تبني بعض الآراء المتشددة والمتطرفة. التجربة المصرية في التعايش أكد عليها علماء الدين الإسلامي والمسيحية الذين أكدوا أن المحاولات الخبيثة لبث الفرقة لن تنجح، في إشارة للأحداث الأخيرة في العريش. إخواتنا المسلمين هنا في مصر احنا بنحبهم جدا ومتعايشين مع بعض في كل حاجة، في الأكل والشرب والمصالح والأشغال، فبقي دمنا بقي دم واحد، فصعب جدا ان احنا نتقلب على بعضينا. واكد اعضاء بيت العائله ان المسلمين والمسيحيين في مصر على قلب رجل واحد. على ارض هذا الوطن الذي يوجد فيه المساجد بجوار الكنائس والمسلم بجوار المسيحي، افعال احاد الناس ابدا ابدا لا تنطلي على هذه الدوله العظيمه التي جمعت كل احبائها في وطن واحد. ومن المقرر أن يصدر عن المؤتمر إعلان الأزهر للعيش الإسلامي المسيحي المشترك، وهي الرسالة التي يوجهها الأزهر ومجلس حكماء المسلمين ورؤساء الكنائس الشرقية وكذلك علماء الدين إلى كافة الشعوب وصناع القرار معا. رسائل حاسمة يوجهها علماء الدين الإسلامي والمسيحي من خلال هذا المؤتمر، مفادها أن القيم الأساسية للأديان تدعو المحبة والحوار والتعايش المشترك من أجل مواجهة قوى التطرف والإرهاب. من مقر المؤتمر، محمود العزالي، النيل. أكد المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي مواصلة القوات المسلحة حملاتها في مداهمة وتمشيط البؤر الإرهابية وملاحقة العناصر التكفيرية شمال سيناء. كذلك في بيان له، حيث أعلن أن أعمال المداهمات أسفرت عن مقتل 6 من العناصر التكفيرية والقبض على 18 فردا من المشتبه فيهم، كما تم تفجير مخزنين للمواد المتفجرة واكتشاف وتدمير 8 عبوات ناسفة كانت مجهزة لاستهداف القوات على محاور التحرك. أعرب وزير الخارجية سامح شكري خلال لقائه مستشار الأمن القومي الأمريكي الجديد هيبرت ماكماستر في واشنطن عن تطلعه للعمل معه خلال المرحلة القادمة لدعم وتعزيز العلاقات المصرية الأمريكية. قدم شكري خلال اللقاء عرضا شاملا لتطورات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في مصر. بدوره أكد ماكماستر حرص الإدارة الأمريكية الجديدة على الدفع قدما بالتعاون الثنائي بين البلدين في المجالات كافة في المرحلة القادمة، ونوه بأن الإدارة الأمريكية تتطلع إلى التنسيق والتشاور مع الجانب المصري من أجل تحديد الأولويات المشتركة وحماية مصالح الطرفين. قبيل الزيارة المرتقبة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أكد سفير ألمانيا بالقاهرة على أهمية الزيارة المقررة الخميس القادم والتي تجري خلالها ميركل مباحثات مع الرئيس السيسي حول العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي والسياسي بين مصر وألمانيا. أضاف أيضا أنه من المتوقع أن يتم عقد لقاء موسع بين السيسي وميركل والوفد الألماني المرافق لها، كما سيتم افتتاح 3 محطات كهرباء في بني سويف والبرولوس والعاصمة الإدارية الجديدة عبر الفيديو كونفرنس، وتم تنفيذها من قبل شركة سيمنز الألمانية. زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى مصر الخميس المقبل تحظى باهتمام محلي ودولي، ومن أجل تسليط الضوء على تفاصيل هذه الزيارة عقد يوليوس جيورج لوي سفير ألمانيا بالقاهرة مؤتمرا صحفيا أكد فيه على عمق العلاقات المصرية الألمانية وأهم الموضوعات التي ستشملها الزيارة. الزيارة سوف تسلط الضوء على العلاقات السياسية والاقتصادية التي تشهد تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة، وكذلك الشأن الأفريقي خاصة الوضع في ليبيا وجهود مصر لجمع الفرقاء على مائدة واحدة، إضافة إلى موضوعات الهجرة غير الشرعية ومستقبل المؤسسات الألمانية العاملة في مصر. كما أكد السفير الألماني في المؤتمر الصحفي على وجود تعاون بين مصر وألمانيا في مواجهة الإرهاب والهجرة غير الشرعية. تحظى مكافحة الإرهاب بالتأكيد باهتمام كبير لدى الجانبين المصري والألماني. هناك تعاون يتعلق بالشأن الأمني، وألمانيا تقف بجانب مصر في مكافحة الإرهاب وتثمن جهود مصر المستمرة في هذا الصدد. كذلك تتفق الرؤى على حل مشكلة الهجرة غير الشرعية وآثارها السلبية.
وعن التعاون المصري الألماني في المجال الاقتصادي ودعم الاستثمارات الألمانية في مصر، أوضح السفير الألماني رؤية الحكومة الألمانية قائلا: الخطوة التي اتخذتها الحكومة المصرية في الإصلاحات الاقتصادية خطوة مهمة، ويجب أن تليها إجراءات إصلاحات هيكلية وخلق فرص عمل من أجل إعادة الثقة للمواطن المصري في اقتصاد بلده. وبوجه عام، المناخ في مصر يشجع المستثمرين الألمان، فالمستثمر الألماني يعتبر مصر بلدا كبيرا وسوقا جديرا بالاستثمار، والوفد المرافق للمستشارة ميركل يضم عددا كبيرا من رجال الأعمال والمستثمرين الألمان. أوضح السفير الألماني في المؤتمر الصحفي أن برنامج الزيارة سيشمل افتتاح 3 محطات للكهرباء كنتاج تعاون ألماني مصري تتحمل الحكومة المصرية كافة نفقاته. المؤتمر الصحفي الذي عقد بالسفارة الألمانية بالقاهرة لتسليط الضوء على زيارة المستشارة الألمانية إلى القاهرة يوم الخميس القادم يؤكد على حيوية العلاقات المصرية الألمانية ليس فقط على المستوى السياسي والاقتصادي بل في كافة المجالات الأخرى. من مقر السفارة الألمانية بالقاهرة، نشوى صالح، النيل. استخدمت روسيا والصين حق الفيتو ضد قرار في مجلس الأمن الدولي تؤيده القوى الغربية ويفرض عقوبات على سوريا تحت مزاعم اللجوء إلى السلاح الكيميائي. نال القرار الذي صاغته بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة تأييد 9 دول مقابل 3 عرضته هي روسيا والصين وبوليفيا، في حين امتنعت كازاخستان وإثيوبيا ومصر عن التصويت. مشروع القرار كان يهدف لفرض حظر على السفر وتجميد لأصول 11 سوريا، إضافة إلى 10 مؤسسات مرتبطة بهجمات كيميائية، كما يحظر بيع أو نقل معدات للجيش أو الحكومة السوريتين. وبدوره قال السفير عمرو أبو العطا مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة إن مصر تؤيد فرض عقوبات على من يثبت إدانته في استخدام السلاح الكيماوي. أضاف أبو العطا في الكلمة التي ألقاها خلال جلسة مجلس الأمن لبحث مشروع قرار لفرض عقوبات على النظام السوري، قال إن مشروع القرار شمل اتهامات غير حقيقية لعدد من الأفراد والهيئات، وأوضح أن مصر امتنعت عن التصويت على هذا القرار، كما دعا إلى تفادي الخلافات لحل الأزمة السورية. وينضم إلينا عبر سكايب من جنيف الأستاذ تامر أبو العنين الكاتب الصحفي. أستاذ تامر، يعني من المفترض أن هناك اجتماعا اليوم بين المبعوث الأممي ووفد الحكومة السورية من أجل الرد على مقترحات دمستورة لحل الأزمة، هل من جديد بهذا الخصوص؟ نعم، هذا الاجتماع أجري بالفعل بين وفد النظام السوري برئاسة السفير بشار الجعفري والمبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دمستورا، وكان من المفترض أن يدلي السفير الجعفري ببيان صحفي إثر هذا اللقاء، ولكنه ألغاه في اللحظات الأخيرة وغادر الأمم المتحدة دون أي تعليق على ما جاء في هذا الاجتماع. نعم، اختلاف أولويات التفاوض بين الجانبين موجودة وتفرض نفسها. المعارضة ترى أن عملية الانتقال السياسي يجب أن تتصدر هذه المفاوضات، وعلى الجانب الآخر الحكومة ترى الأولوية في مكافحة الإرهاب. هل يمكن أن تكون هناك نقطة تواصل بين الطرفين بهذا الخصوص؟ لا، مع الأسف الشديد، يعني المواقف متباعدة تماما. وفقط أود أن أشير بأن نقطة الخلاف هذه ليست بين وفد المعارضة ووفد النظام السوري فقط، بل هي بين وفد المعارضة والأمم المتحدة ووفد النظام، لأن وفد النظام فاجأ الجميع بهذا الطلب بإضافة بند الإرهاب كأحد الأولويات على قائمة على طاولة المفاوضات وعلى أن يبدأ به، وهذا لم يكن متفق عليه على الإطلاق عندما دعت الأمم المتحدة إلى هذه المباحثات. كانت الدعوة واضحة وصريحة أنها لتطبيق 3 سلات من القرار 2254، وكان دمستورا واضحا في الحديث حول هذا الموضوع إلى الإعلام بأنه سوف يتناول مستقبل نظام الحكم في سوريا، ثم صياغة الدستور، ثم بعد ذلك انتخابات حرة ونزيهة بإشراف الأمم المتحدة. وحضر الجميع إلى جنيف على هذا المنطلق، ثم انقلب الأمر تماما عندما صرح وفد النظام بأنه يريد أن يضع مسألة محاربة الإرهاب على أولويات هذا الموضوع، وهو ما يجعل
تجعل المفاوضات تراوح مكانها، وكأننا لم نلتقي حتى الآن في جنيف 4. إذن نستبعد في ظل هذه الخلافات إحداث أي تقدم في عملية التفاوض في هذه الجولة من مباحثات جنيف؟ نعم، أنا أستبعد شخصيا وجود أي تقدم، لا سيما بعد لقاء، بعد تصريحات الوفد الروسي رفيع المستوى الذي موجود هنا في جنيف لأنشطة مختلفة، من بينها أيضا متابعة هذا المسار السياسي. وقال غنادي غولوغوف أنه يعني يفضل أيضا أو يؤيد وجهة النظر السورية في وضع الإرهاب على قائمة الأولويات التي يجب محاربتها. المفاجأة الثانية التي فجرتها روسيا اليوم في جنيف هي أنها لا تعرف من هم المعارضة، ماذا تريد المعارضة على وجه الخصوص. وهذه مفاجأة أن يقولها مسؤول روسي رفيع المستوى يدرك تماما ماذا تريد المعارضة، ليس فقط ممثلي الهيئة العليا للتفاوض، ولكن أيضا المعارضة التي يطلق عليها منصة موسكو ومنصة القاهرة. كل هذه المعارضات قالت بصوت واحد في بيانات أو مؤتمرات صحفية مختلفة أنها هنا من أجل مناقشة تطبيق القرار 2254 وأن يبدأ العمل ببحث مستقبل الحكم في سوريا والدستور ثم الانتخابات. ولكن عندما يأتي السفير الروسي أو عفوا المندوب الروسي رفيع المستوى ويقول هذا التصريح، فهو يعني بأن روسيا تعرقل الأمور أكثر فأكثر، بما في ذلك أيضا ما حدث في نيويورك من حق النقد لقرار إدانة سوريا. نعم، كنت سأسألك بالفعل عن يعني استخدام روسيا والصين لحق الفيتو في إيقاف هذا المشروع الذي تم طرحه في مجلس الأمن لفرض العقوبات على سوريا. كيف تبدو أصداء يعني وقف هذا القرار؟ الأصداء هنا هي تشير إلى أن روسيا ليست بصدد أن تكون وسيط بأي حال من الأحوال بقدر ما هي حليف للحكومة السورية الحالية، ومن ثم لا يمكن الاعتماد عليها كوسيط يمكن أن يساهم في الحصول أو الوصول إلى قواسم مشتركة مع المعارضة لكي تنطلق العملية السياسية. غدا سوف يناقش مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقريرا هاما للغاية حول انتهاكات وجرائم الحرب التي حدثت في مدينة حلب السورية، ومن المتوقع أيضا أن يكون هناك رأي مخالف تماما لروسيا والصين حول هذا التقرير الأممي. نعم، الذي يترقبه العالم كله بشغف كبير ليعرف ماذا حدث في هذه المدينة على وجه الخصوص. الأستاذ تامر أبو العنين الكاتب الصحفي من جنيف عبر سكايب، شكرا جزيلا لك. وميدانيا في الملف السوري، تقدمت قوات الجيش السوري باتجاه مناطق سيطرة مجلس منبج العسكري الواقع تحت مظلة قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي بعد تراجع تنظيم داعش الإرهابي هناك. يقطع هذا التقدم الطريق على القوات التركية وفصائل درع الفرات والتي تسعى إلى التقدم نحو ريف حلب الشرقي، مما سيمنح الجيش السوري القدرة على استكمال العملية العسكرية التي بدأها الشهر الماضي بريفي حلب الشرقي والشمالي. من جهة أخرى، شن الطيران السوري غارات على تجمعات وتحركات لتنظيم داعش في دير الزور ومحيطها، ما أسفر عن خسائر كبيرة في صفوفه. ختام نشرتنا تذكير بأهم الأنباء. السيسي ووزير الدفاع الفرنسي يشهدان توقيع اتفاقيات لشراء 24 طائرة من طراز رافال فرقات فريم وذخيرتها لضمان أمن قناة السويس. خلال مؤتمر الحرية والمواطنة، تنوع وتكامل، الأزهر والكنيسة يشددان على قيم المواطنة والتعايش في مواجهة التطرف. روسيا والصين تستخدمان الفيتو لعرقلة قرار بمجلس الأمن لفرض عقوبات على سوريا. إلى اللقاء.